You can see this is a demonstration by the Palestine police, by the Palestine quasi-military. اليوم تقف نابلس جبل النار لتقول كلمتها لهذا الحدث الجلل الذي حصل في غزة والذي استهدف موكب دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله واللواء ماجد فرج والوفد المرافق لهما في زيارته. رئيس الحكومة ذهب إلى غزة ليفتتح محطة تنقية تحلية مياه البحر لتقدم إلى المواطنين في قطاع غزة. الذي حصل جريمة نكراء تستهدف وحدة الشعب الفلسطيني، تستهدف قيادة الشعب الفلسطيني، تستهدف كرامة هذا الشعب الذي يناضل من أجل طرد الاحتلال عن أرض فلسطين. ولكن هناك فئة ضالة ظلامية تريد ضرب وحدتنا وتريد تعطيل المصالحة ليفعلوا ما يشاءوا ولينفذوا ما يدور في مخططاتهم بهذه العقول الظلامية التي تفتري على شعبنا الفلسطيني باسم الدين، الذي تفتري على قيمنا بالقرآن، والقرآن منهم براءة. نعم يا أبناء نابلس، نعم يستهدفون كرامة شعبنا الفلسطيني، هم لا يستهدفون أشخاص بل يستهدفون وحدة الشعب الفلسطيني. وإن كانت حماس حكم الأمر الواقع في غزة تستنكر الذي حصل، عليها أن تكون جريئة وصريحة وتقف أمام الشعب الفلسطيني لتقول أن هذا التحريض الأعمى الذي مارسته طوال سنين هذه ثمرته، ليكونوا جريئين ويقولوا كلمة صريحة أمام الشعب الفلسطيني: من هو المسؤول عن هذا التفجير؟ من هو المسؤول عن هذا الاستهداف لرئيس الحكومة وموكبه؟ إن كانوا صادقين، وأنا أقول رأيي بصراحة، أنا أشك في مصداقيتهم، أنا أشك وأشكك بمصداقيتهم، ليكونوا جريئين ويقولوا الحقيقة، ليقولوا أنهم فقدوا السيطرة، وإلا لما حصل ذلك. إذا كانوا صادقين ليقولوا كما ألمحوا أن هناك فلتان سياسي قادم من العواصم العربية وبأيد فلسطينية، ليقولوا ذلك، ليقولوا كلمتهم في ذلك، أن هناك فلتان سياسي قادم من عواصم عربية وبأيد فلسطينية مرتزقة تمارس هذا العنف في قطاع غزة. ولولا تشجيعهم وتواطؤهم لما أقدمت مجموعة رخيصة، رخيصة بالأداء والفكر والسلوك، لما أقدمت على ارتكاب هذه الجريمة الهابطة، هذه الجريمة الرخيصة التي تستهدف وحدة شعبنا الفلسطيني وتستهدف قيادات فلسطينية.
والله إنني أشكك في كل كلمة يقولونها، لأنهم تآمروا ولدينا الحقائق، ولدى جزء كبير من أبناء شعبنا حقيقة واضحة ليتجرؤوا ويقولوها، ليقولوا الذي حصل من تنسيقات ولقاءات مع الإسرائيليين التي أعدها الحاج مرسي، ليقولوا الحقيقة لأبناء الشعب الفلسطيني، ما هي التفاهمات التي قدموها، ليقولوا لأبناء شعبنا ماذا قدموا من تفاهمات في عواصم عربية. والله إنهم ليسوا صادقين، والله إنهم ليسوا جريئين، لأنهم قدموا الكثير لتأتي من بعض قياداتهم ليقولوا الحقيقة أمام الشعب الفلسطيني. والذي يحصل في غزة اليوم، بالأمس كانت هناك مشكلة مع الدكتور صبري صيدم ولم يتحدث فيها بصراحة، ونحن لم نتحدث فيها بصراحة، لم نقول الحقيقة لشعبنا. كل الذي يحصل في قطاع غزة من أجل تعطيل المصالحة، وإن كانت قيادة حماس تستنكر ذلك، إن كانت صادقة في ذلك لتواجه الحقيقة للناس، ليقولوا أن هناك فلتان وهم يرعوه، وأنا مسؤول عن كلامي، هم يرعوه بأيدي فلسطينية مدعومة من عواصم عربية، ليقولوا هذه الحقائق ويكونوا صادقين وأمناء على مصلحة شعبنا الفلسطيني. وإلا لماذا الذي حصل مع الدكتور أحمد الأول واللواء ماجد فرج؟ القضية ليست أشخاص، القضية قضية شعب فلسطين، القضية هي القضية الوطنية، القضية هي صفقة العصر، القضية هي صفقة العصر الذين أصبحوا جزءاً منها، وإلا لا كانوا قدموا لشعب فلسطين بدل أن يقدموا لهذه العاصمة أو تلك، وإلا لقدموا للسيد الرئيس محمود عباس بدل أن يقدموا لهذا الموظف القزم الآتي من هذه العاصمة أو تلك العاصمة. القضية هي قضية شعب فلسطين، القضية هي قضية القدس. نعم، قضية القدس يريد إغراق شعبنا الفلسطيني في متاهات جديدة، يريد أن يحولوا شوارعنا، في كل زاوية يريدون سفك دماء، وهذا ما يخطط له الإسرائيليين، هذا ما يريده الاحتلال. الحقيقة معروفة أيها الحضور الكريم، الحقيقة واضحة، هناك مؤامرة على شعبنا الفلسطيني، هناك مؤامرة على مقدساتنا، هناك مؤامرة تستهدف المصالحة الوطنية، لا يريدون تحقيق إنجاز في هذا الاتجاه، ولو أرادوا لقدمنا من الإنجازات الكثير خلال هذه الشهور الماضية، والله إنهم لا يريدون ذلك. كيف سيتنازلوا عن كل هذه الهلمة التي وصلوا إليها؟ لن يتنازلوا، ويعتقدوا أن إقامة إمارة في غزة هو النتيجة النهائية التي يسعون إليها. هم يريدون هذه النتائج، والله كما يريد الاحتلال. الاحتلال الآن يريد إلهائنا، وأنا أقرأ ما بين السطور، وأنتم
أيضا تقرؤون الذي يحصل في نابلس صباح مساء، استهداف مواطنينا، استهداف مزارعينا، هؤلاء الشهداء الذين سقطوا يريدون جر مجتمعنا الفلسطيني إلى المربع الذي يريدون. وفي نابلس، هنا في نابلس يريدون جرنا إلى مربع لن نتقدم منه خطوة واحدة، لن ننجز إنجازا واحدا في مواجهة الاحتلال. يخرج علينا بعض العقول الصغيرة، لا أريد أن أتهمها بأكثر من ذلك، ويصدرون بيانات من هنا أو هناك ويتشبكون باسم الوطن الفلسطيني وتحت راية العالم الفلسطيني، ولكن مماطلتهم ليست وطنية. وأنا اليوم من هنا من دوار الشهداء في نابلس أقول بصراحة، الفلتان السياسي القادم من العواصم العربية يريد أن يعيدنا إلى 2003-2004، بده يعيد الشبيح على الشوارع، بده يعيد الطخيخ على الشوارع اللي بتطخوا على السماء، وهذا أمر مرفوض. والله العظيم اللي بيطلق النار في الشوارع ليس أقل سوءا من الذي فعل هذه الفعلة الرخيصة في غزة. بدهم عيد، بدهم يسلطوا أرقاب الناس تحت شعار التضامن مع الدكتور رامي أو مع اللواء ماجد فرج، هذا كلام عيب. علينا أن نتيقظ ولا نعطي الفرصة لهؤلاء الدونيين بأن يتسلطوا على رقابنا باسم فلسطين وباسم الوطن. علينا أن ننبذهم ونرفضهم. وأنا بقول له النابلس، اتذكروا شو كان في 2005-2006، كانوا بيرفعوا العلم الفلسطيني ويتسلطوا أرقاب النسوان والأولاد والتجار. ارفضوهم، تسمحوا لهم مش انهم يمشوا في الشوارع بفنادق رخيصة وغير وطنية. ديروا بالكم، هاي البلد دفعت ثمن دم وكرامة وشهداء من تحت راس الفلتان الأمني الذي يريده محمد دحلان، انتبهوا. نابلس مش مزرعة لحدا، نابلس لأهلها الشرفة والطيبين والمناضلين اللي قدموا شهداء مشان يحافظوا على كرامتهم، مشان يثبتوا على أرضهم. والاحتلال لو قتل منا 10 كل يوم مش حنهاجر، بس إذا سلطوا علينا هؤلاء الجرادين اللي بتاجروا باسم الوطن كلنا حنرحل، حيرحلونا أصحاب الأجندات الرخيصة والفلتان، حيرحلونا. ديروا بالكم. والجريمة اللي حصلت في غزة يجب أن لا تعتبر ذريعة لأحد بأنه يتنمر علينا من هون ولا من هون، أنه يتنمر على الشعب الفلسطيني من هون ولا من هون. واللي حصل في غزة يجب أن ندركه تماماً، بأنه اللي حصل في غزة مقدمة لترويع الناس هناك، ومقدمة للتسلط على الناس هون، وبالتالي حيضيعوا القضية. نعم حيضيعوا القضية. الذي حصل مؤامرة رخيصة ودونية، وأنا أقولها بصوت عالي، حماس وقيادتها تتحمل المسؤولية الكاملة، وعليها أن تكشف الحقيقة إن كانت صادقة.
عليها لا أن تترك الأبواب مواربة، وعليها أن لا تعطي أنصاف جمل، عليها أن تقول الحقيقة للناس، لشعبنا الفلسطيني، لأن شعبنا الفلسطيني مش من السهل إنه ينضحك ويتمرر عليه بعض العبارات اللي تترك الحدث دون الوصول إلى نتيجة. وأنا أؤكد على ما قاله الدكتور رامي، وأؤكد على ما قاله صاحبه في قطاع غزة، حنظل نروح على غزة ويعملوا بدمية، واللي مش عاجبه البحر عندهم هناك يشرب من المي المالحة. وإحنا من هنا من نابلس نتوجه برسالة إلى السيد الرئيس، وبنقول له إنه إحنا معك، لو خضت البحر حنخوضه معك، وين ما بدك تروح إحنا معك، لأنك ثابت على المبادئ الفلسطينية، ثابت من أجل تحقيق حقوق هذا الشعب المظلوم المغلوب على أمره. نحن مع قيادتنا السياسية، نحن مع منظمة التحرير الفلسطينية، شرعيتنا بشرعية الرئيس محمود عباس. يعطيكم ألف عافية وبارك الله فيكم. يا حمد الله، الله معاك.